نفسي من زمان ألعب دور الشرير، وجه اليوم اللي أنا مستنيه والحلقة اللي أنا مستنيها يا شباب وهنلعب دور الشرير. النهاردة جايب لكم 10 adjectives، 10 صفات سيئة هلعب فيهم دور الشرير زي ما أنا عايز. جمد قلبك، مش عايزك تخاف. لو أنت interested in English، مهتم بالإنجلش أو beginner مبتدئ، الفيديو ده هيفيدك جدا. ولو أنت مش مبتدئ أو مش مهتم بالإنجلش برضه هيفيدك. متنسوناش يا شباب لايك وشير و سبسكرايب و let's start. freeintromusic.com layout track. اهلا بيكم شباب في فيديو جديد. النهارده جايب لك 10 adjectives، 10 صفات بس هيكونوا سيئين شويه، هيفيدوك جدا لو انت بيجنر مبتدئ. قبل ما نبدا في الصفات، في حاجه مهمه لازم تبقى عارفها. معظم الناس اللي بتيجي تتكلم تقول sentences، بتقول جمل، او السبيكرز المبتدئين يعني في حاجه اسمها expression، تعبيرات الوجه، مهمه جدا. يعني مثلا انت عايز تقول لحد ان انا سعيد، فما ينفعش تقول له I am happy. I am happy. happy ايه يا حبيبي؟ دي كده فرد الجزمه، مفيش happy خالص في الموضوع. فخلي بالك من الاكسبريشن، لان الشخص اللي قدامك بيفهمك من خلال الاكسبريشن قوي. يعني I am happy. I am happy. I am sad. I'm angry. I am hungry. I am hungry. وهكذا. فالاكسبريشن بتاعتك بتفرق جدا معاك، فما تنساش الاكسبريشن بتاعت وشك، تعبيرات وشك لازم تمشي مع الادجكتيف بتاعتك، مع الصفه اللي انت بتعبر بيها. وليتس ستارت يا شباب، وهنبدا النهارده باول صفه معانا هتكون كاورد. كاورد 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 طبعا بمعنى جبان. عايزين نحطها في سنتنس زي ما معودكم. He escaped as he was coward. He escaped as he was coward. هو هرب لأنه كان جبان. الصفة نمبر 2 يا شباب وهي arrogant. arrogant نحطها في مثال. Don't talk like that. You are arrogant. Don't talk like that. You are arrogant. بمعنى ما تتكلمش بالطريقة دي، انت مغرور قوي. الصفة نمبر 3 وهي pushy. pushy وليها معاني كتيرة، بس احنا النهاردة ناخدها بمعنى تقيل دم او دم تقيل. يعني مثلا تقول لواحد you are a pushy man. الف سلامة. سلامة يا حبيبي. سلامة معلم. ابو تقل دم امك، محبوش الواد ده. الصفة نمبر 4 يا شباب وهي greedy. greedy 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 بمعنى طماع. She is greedy. She talk my share. She is greedy. She talk my share. هي طماعة جدا، أخذت نصيبي. وشير هنا طبعا بمعنى النصيب، مش شير. شير يعني كرسي، إنما شير تنفع بمعنى نصيب، وكمان يشارك يعمل شير مثلا للفيديو ده وليكن، وهكذا شباب. صفة نمبر 5، الصفة رقم 5 وهي liar. liar liar بمعنى كاذب أو كذاب. You are a liar. You are a liar. So I hate you. You are a liar. So I hate you. أنت كذاب وعشان كده أنا بكرهك. الصفة نمبر 6 رقم 6 وهي pessimistic. pessimistic pessimistic بمعنى متشائم. He is a pessimistic man. So I don't want to meet him. He is a pessimistic man. So I don't want to meet him. هو الراجل متشائم ولهذا أنا مش عاوز أقابله. امبارح زي النهاردة زي بكرة. صفة نمبر 7 يا شباب وهي envious. envious 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 بمعنى حسود. She is envious and has a circle eye. circle eye هنا بمعنى يعني عندها عين ايه بترشق، هي حسودة وكمان يعني عينيها وحشة جدا جدا. الصفة نمبر 8 وهي selfish. selfish selfish بمعنى أناني. You think about yourself only. You think about yourself only. You are selfish. بمعنى أنت بتفكر دايما في نفسك، أنت أناني جدا، يبقى أناني بمعنى selfish. الصفة نمبر 9 وهي aggressive. aggressive 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 بمعنى عدواني. They are aggressive people. They are aggressive people. They can kill anyone. They are aggressive people.
they can kill anyone. هم ناس عدوانيين قوي يعني شريرين بمعنى أدق وممكن يقتلوا أي حد. صفة نمبر 10 رقم 10 والأخير وهي betrayer بمعنى خاين. We should punish this betrayer man. لازم نعاقب الشخص الخاين ده. كده شباب أخدنا 10 adjectives 10 صفات. إن شاء الله هعمل لك فيديو تاني فيه 10 صفات جيدة وهو هيكون التالي على طول إن شاء الله. الفيديو اللي جاي بقى دي الفيديو الأول العشر صفات السيئة اللي لعبنا فيهم دور الشر. أتمنى شباب إن أنت تكون استفدتوا. عايز كل البيجينرز تتابع معايا الفيديوز القديمة هحط لك برضو اللينكس بتاعها في الديسكريبشن تحت هتفيدك جدا. امشي ستيب باي ستيب معايا خطوة بخطوة. كده كده احنا في اجازه واجازه شكلها طويله فهنحاول نستفاد يا شباب ونعمل امبروفينج للانجليش بتاعنا. اي حد عنده استفسار يكتب في الكومنتس تحت او على الخاص. انا معاكم يا شباب اتمنى ان شاء الله اشوفكم بخير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.